بيوم من الأيام كان ماهر عم ياكل تين، ووقعت حبة تين من إيده ونزلت بالمي، وسمع صوت ولحن حبة التين بالمي. صار يرمي التين بالمي وينبسط بالصوت واللحن وينطرب. كان في بالمي ذكر سلحفة، وكل ما وقعت تينة أكلها، وكان مفكر إنه القرد ماهر عم يعمل هيك مشان يصير رفيقه. حكوا مع بعض وصاروا يقضوا وقت كتير سوا وصاروا رفقات. بهاد الوقت ذكر السلحفة صار يتأخر بالرجعة عالبيت، ومرته حست بهالشي وخافت. راحت تحكي لجارتها وشكت لها حالها وقالت خايفة يكون صار شي لجوزي، أو يمكن حدا اعترضه بالطريق واغتاله. قالت للجارة لا تخافي، جوزك ما فيه شي، كل ما بالموضوع إنه جوزك عالشط تعرف على قرد وصاروا رفقات بياكلوا وبيشربوا سوا، مشان هيك جوزك عم يتأخر وما عم يرجع عالبيت، ومالك حل إلا تخلصي من القرد. سألتها السلحفة شو تعمل؟ قالت للجارة بس يرجع جوزك عالبيت اعملي حالك مريضة، وقليله إنه الدكتور وصف لك قلب قرد دواء.